Bismillahi ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin bin Abdillah ve ala alihi ve sahbihi ve velâ. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ma'a ticara rabiha ma'allahi teala. El'unvan diyel had el'halqa. El-Muslimu beyna el-Mescidi ve'l-Mustashfa ve'l-Mel'ab. Ve se'etahdatu billugati al-Arabiya lita'ummel fa'idatu fi sa'iri el-Dual-Ukhra min gayri el-Maghrib. Fahadihi emakin thalata. El-Mel'abu. والمستشفى والمسجد. الناس يقيمون الأشياء بغير قيمتها الحقيقية لأنهم يأخذون مقاييسهم إما من الرحمن وإما من الشيطان. فلهذا نريد نحن أن نعيد تقييم الأشياء حتى لا نظلم أحدا ولا نظلم أنفسنا. فنبدأ بالملعب. هذا الملعب لماذا أنشئت الملاعب؟ لا أتحدث عن الرياضة. الرياضة أمر بها الإسلام والجسم السليم في العقل السليم في البيئة السليمة، ولكن نتحدث عن الكراسي ككراسي تصرف فيها بل تبذر فيها الأموال بل الملايير الطائلة على المدربين وعلى اللاعبين وعلى الملاعب. الغرض من ذلك هو الفرجة والترفيه عن النفس. فإذا نظرنا إلى ما ينفق وما تخصص من ميزانية على الملاعب فيعتبر هذا بالمقياس الشرعي سفاهة. والسفيه عند التعريف اللغوي والشرعي هو الذي ينفق ماله فيما يعتبره العاقل عبثا. والمال نقسمه إلى قسمين، هناك المال الشخصي يحاسبك الله عنه يوم القيامة مما اكتسبته وفيما أنفقته، هناك المال العام تحاسب كذلك عنه. هل كنت من الحريصين على عدم تضييع المال العام أو كنت من المساعدين على تضييع المال العام؟ لهذا قال الله تعالى ونسب المال إلى الناس إلى المسلمين ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة. فنسب الله المال للناس، فلا نضيع المال في أشياء تافهة. هنا نلاحظ أن هذه القضية ناجحة وإن كانت فاشلة فيما يتعلق بالملف، ولكن في يد محام ناجح والذي هو اللاعب والمدرب والوسائل الإعلامية، كلهم يعملون بجد، وكانت النتيجة أن القضية كانت ناجحة. المذيع يتحدث بحرارة وبشوق، وإن كان الفريق الذي يتحدث عنه والآخر لا صلة له بهم، ولكنه يتحدث بحرارة. اللاعبون يلعبون بجد وبحرارة ورغم أن المسألة تافهة هي للفرجة فقط. فكانت النتيجة كل يعمل ويتقاضى على قدر عمله وجده. ننتقل أن المسألة لم تبقى عند هذا الحد، بل صار وهجم مصطلح اللاعب لم يبقى في إطار الملعب، بل هجم على المستشفى وهجم حتى على المسجد أقدس بقعة. فنقول الأطباء يلعبون، المستشفى يلعب، فهذه كلمة يلعب شيء تافه. اللعب، إنما الحياة الدنيا لاعب، ليس هناك حقيقة ومجاز، لاعب. فلا نقول المستشفى يلعب دورا مهما، كيف نقارن ونجمع ما بين اللاعب والمهم؟ اللاعب لاعب والمهم مهم. فلهذا هجم مصطلح اللاعب بل الملعب على المستشفى وهجم حتى على المسجد. فأصبحنا نسمع من أفواه المثقفين والدكاترة وحتى العلماء يقولون المسجد يلعب دورا مهما، العلماء يلعبون دورا مهما. هذه تسمى حضارة الاسترواح، لا سيفيليزاسيون دو الوزير. ننتقل من هنا إلى هناك إلى المستشفى، فهو قضية ناجحة في يد محام فاشل. والمحامي نقسمه إلى قسمين، الأطباء والممرضون والوسائل الإعلامية. هذه الأحداث التي وقعت بالنسبة لما يتعلق بفيروس كورونا أثبتوا جزاهم الله خيرا بجدارة، ويساعدون ويقومون بكل ما لديهم من جهد لإنقاذ الأرواح، ونحن نشهد على ذلك. والله عز وجل يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نشهد نحن بأنهم عملوا على ما في وجه في جهدهم من 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 عمل، ولكنهم قيمتهم في المجتمع ليست كقيمة اللاعب.
الناس يعلمون أسماء اللاعبين بل أرقام تلك البدل التي يلبسونها القمصان، أرقامهم، ولا يعلمون أسماء الأطباء. الوسائل الإعلامية لم تؤدي دورها، ولم نخصص ميزانية خاصة كبرى وعظمى لمثل هذه الأحداث، للمستشفيات، للأطباء، نعطوهم على قدر أعمالهم. فلا بد أن نقيم عمل الإنسان على قدر أجرته، عندما يعمل نعطيه، أما أن يلعب في التفاهة كرة مملوءة بالهواء نعطي للاعب فيها الملايير، هذه سفاهة. وننتقل من هنالك إلى هناك، إلى المسجد، إلى أقدس بقعة على وجه الأرض. فالقضية ناجحة بالنسبة للملف، ولكنها في يد محامي فاشل. والمحامي أولا الخطباء، ثانيا الأئمة، ثالثا الوعاظ، رابعا العلماء، المسجد الذي من تعلق به قلبه كان من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل، يوم لا ظل إلا ظله، تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فأين مكانة المسجد في قلوبنا؟ وأين مكانة المسجد في مجتمعنا؟ من سيزرع هذه المكانة فينا إن لم يكن العلماء؟ العلماء يتكلمون ببرودة مع الناس، على الأقل يفعلون مثل ما يفعل المذيع فيما يتعلق بالرياضة، يتكلم بحرارة وشوق حتى يؤثر في الآخر. ورحم الله من قال: مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعياه قلبه أولا. يا قوم، من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملا، أظهر في الخلق إحسانه وخالف الرحمن لما خلا. العالم، ولا أتحدث عن الكل، وإنما أتحدث عن الأغلبية، ونحن نحكم على حسب الأغلبية، لأن الكثير القليل يجري مجرى الكثير. فلهذا علينا جميعا بالنسبة لأي عالم أن يؤدي دوره، وإلا فهذه المصائب والفتن في المجتمع. ورضي الله عن الإمام علي كرم الله وجهه الذي قال: قوام الحياة، الحياة قوامها أربعة: عالم يعمل بعلمه، وجاهل لا يتكبر أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. فإذا لم يعمل العالم بعلمه تكبر الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنياه. وهذا ما نلاحظه، الناس يعرفون عن اللاعبين ما لا يعرفون عن العلماء، ليس لأن الناس لا يحبون الدين، ولكن لأن العالم لم يؤدي دوره، لم يكن عالم الشعبي، بقي وراء الشاشات، لم يدخل ويتغلغل في وسط الشعب كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الأسواق، كان ينتظر الخطيب حتى تأتي الخطبة ليخاطب الناس من فوق المنبر، فيتعالى عليهم بثلاث: باللغة العربية، وبنفسه، وبالمنبر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الناس ويتحدث معهم بلسانهم، ويقول له: قولوا لا إله إلا الله، يستجيب لقول الله تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لابد من المسجد الذي قال الله عز وجل فيه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. من سيرفعها؟ أنت أيها العالم، أنت أيها الواعظ، أنت أيها الخاطب، بحالك ومقالك عندك عندئذ يصبح للمسجد مكانته، وإلا فإن الأرض كلها مسجد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: جعلت للأرض مسجدا وترهبها الطهورة، ولكن خصصنا مكانا معينا فسميناه بيت الله. وأمرنا الإسلام بأن نخرج روح المسجد من المسجد إلى الملعب، من المسجد إلى المستشفى، من المسجد إلى بيوتنا. لا بد من روح المسجد أن تعم جميع الأماكن في كل البقاع، ولكن لم يؤدي العالم دوره، والخاطب دوره، والخطيب دوره، والواعظ دوره. لابد أن نرجع الأمور إلى نصابها، وإلا فإننا سنعيش في فتنة، والفتنة أشد من القتل. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله.